النهاردة الخميس كان في واحدة من الجلسات المهمة جدا 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 في الحوار الوطني، وانتوا عارفين يوم الخميس دايما بتبقى جلسات الحوار الوطني مخصصة لمناقشة ملفات المحور المجتمعي. ومش عايز ابقى مبالغ الحقيقة لو قلت لحضراتكم مع كامل احترامي، كامل احترامي للمحور السياسي والمحور الاقتصادي، لكن انا من انصار المحور المجتمعي طول الوقت. مش يعني بفوق اهميته على اهمية السياسة والاقتصاد، لكن انا شايف انه تماسك المجتمع وتماسك الاسرة والسلام الاجتماعي والرضا الاجتماعي دول لو تحققوا دول اكتر من 60-70% لنجاح اي دولة. بعد كده يبقى النظريات والسياسات الاقتصادية ثم الممارسات السياسية، لكن دون الركيزة الاساسية وهي السلام الاجتماعي والرضا الاجتماعي والترابط الاجتماعي لا السياسة تعرف تعمل حاجة ولا الاقتصاد يعرف يعمل حاجة. رحبوا معايا بأستاذ الدكتور أحمد زايد، مدير طبعا مكتبة الإسكندرية ومقرر لجنة الثقافة والهوية بالمحور المجتمعي. دكتور زايد مساء الخيرات. أهلا أهلا أستاذ تامر، مساء الخير يا فندم. إزاي حضرتك؟ إن شاء الله أكون بخير. كله تمام الحمد لله، ربنا يبارك في حضرتك. ممكن تكون حضرتك متفق معايا شوية في الانحياز للمحور المجتمعي باعتباره الركيزة؟ 100% والله، الكلام اللي حضرتك قلته كلام جميل جدا، لانه حتى انا يعني حتى الثقافه مثلا داخل المحور المجتمعي هي بتتقاطع مع كل المحاور الاخرى، فالاقتصاد فيه ثقافه والسياسه فيها ثقافه. صحيح. وكل الامور في الحياه فيها ثقافه، الثقافه هي ناظمه العمران البشري كما يقال، يعني لا يمكن الاستغناء عنها في اي سلوك واي، ومفيش دوله تبني اقتصادها الا بتماسك اجتماعي. طبعا، والتماسك الاجتماعي والاستقرار الاجتماعي والثقة والتضامن هو العمود الفقري الذي يجعل المجتمع دائما مستمر مستقر، يعني في توجهه نحو المستقبل. نعم نعم نعم. مصادرنا النهاردة في داخل الحوار أبلغتنا أنه الجلسات كانت ساخنة وعامرة، فممكن حضرتك كده تغششنا ابرز الافكار والمحاور والملفات اللي تم طرحها النهارده. اولا الجلسات مستمره الى الان، انا خرجت من الجلسه عشان اكلم حضرتك. هي. يعني الجلسات مستمره، احنا النهارده يعني خاصه طبعا في جلسه في محور، يعني جلسه لجنه الشباب مجتمع في مكان اخر، بس هي. احنا في اللجنه بتاعتنا لجنه الثقافه احنا عملنا بدءا من الساعة 12 لغاية دلوقتي، واحنا لسه قدامنا كمان ساعة او ساعة او اكتر، بنناقش ثلاث موضوعات في الصناعات الثقافية. بنناقش السينما والدراما التلفزيونية. تمام. عملنا لها جلسة، ثم جلسة ثلاثها جلسة ساعتين، وجلسة اخرى عن المسرح، وجلسة ثالثة الان شغالة عن الموسيقى والغناء. وفيها حوارات ساخنة جدا، حضر فيها عدد كبير جدا، يعني النهاردة دلوقتي حاضر الموسيقار هاني شنودة، راجح داوود، سليم سحاب، موجودين في الجلسة الأخيرة، وفنانين كبار جدا وموسيقيين. الهدف من طرح الملفات دي يا فندم؟ طبعا حضرتك عارف إن الصناعات الثقافية جزء أساسي دلوقتي من الاقتصاد، لأن هي بتتصل بالمنتجات الثقافية اللي هي تمثل إبداع يمكن بيعه، يعني صحيح. هي صحيح. لم يعد الآن الصناعات الثقافية فقط يعني بتصنع من أجل الدعاية أو من أجل أن يبقى فيه قوة ناعمة فقط، وإنما أيضا هي جزء أساسي من تكوين الاقتصاد. ما هو خلينا نقسمها لشقين، الصناعات الثقافية أو القوة الناعمة إذا جاز التعبير عنها، يعني هي شقين، شق له علاقة بالمحتوى له علاقة بالوجدان وغذاء الروح والمنتج الفني اللي بيطلع سواء دراما أو مسرح أو موسيقى، وجزء صناعي استثماري. طبعا هي اصلا بتكون الوجدان، وكان في على فكره تركيز كبير جدا في الجلسه بتاعه الموسيقى مثلا على اهميه الموسيقى في تكوين الوجدان وتكوين المشاعر، وان احنا يجب حتى يعني كان في ناس بيطالبوا مثلا انه يبقى التفوق الفني ده والتفوق في المجالات الفنيه مثل التفوق الرياضي في المدارس، ويعني ويبقى له درجات زي التفوق الرياضي، وان في تركيز شديد جدا على اهميه الـ كل هذه الجوانب الفنيه في تكوين المشاعر وتكوين الوجدان وتكوين الشخصيه. تمام. وتكوين البشر، يعني
وتحييد العقل ان هو لا يذهب الى الكراهيه ولا يذهب الى التطرف ولا يذهب الى مفهوم. الجوانب الغليظه في السلوك. دايما لما بيدخلوا الفن ينحاز دائما نحو الترفع ونحو الوسطيه والاحتراف، الوسطيه يصبح عقلا مسؤولا اذا صح هذا التعبير في طين يعني. ما احنا مسؤول. لما انسحبنا للاسف من المسرح المدرسي ومن المسرح الجامعه ومن الموسيقى في المدارس افرغنا العقول بقى للافكار التطرف والافكار السيئه. وبمناسبه هذا الكلام كان في مطالبه كبيره جدا في جلسه المسرح انه المسرح المدرسي يعود ويبقى فيه اهتمام بالمسرح الجامعي، لانه موجود المسرح الجامعي بس يبقى فيه اهتمام وتعميق ويبقى المدرسه تعود يبقى فيها المسرح، لانه يعني ثمه اشارات الى فنانين كبار اتربوا في مسرح المدرسه ومسرح الجامعه. نعم. على الجانب الاخر يا دكتور اكيد طرحتم افكار لتعظيم الفوائد الاستثماريه من المنتج الفني سواء موسيقي او درامي او مسرحي او سينمائي، واكيد سمعتوا افكار منها مثلا جلب الافلام الاجنبيه العالميه للتصوير في مصر او بيع المنتج المصري بشكل مختلف ويتم ترجمته، يعني في افكار كتير. وطبعا احنا اشرنا في بدايه الجلسه يعني الى اهميه الجوانب الاقتصاديه في الصناعات الثقافيه، وانا حتى اشرت الى ارقام معينه يعني في كلمات في بدايه الجلسه انه هي بتشكل حوالي 6.1% من الاقتصاد العالمي دلوقتي، ينتج عنها حوالي 4.3 تريليون دولار في العام. يعني هي اصبحت الان، وانه الصناعات الثقافيه دلوقتي اصبحت من القوى التنافسيه في الاقتصاد. صحيح. ده موضوع مهم جدا، وانه الاقتصاد لم يعد التنافس فيه قائم على التنافس في الاستثمار في المجال المادي والاستثمار في المجال التكنولوجي. احنا ينفع دلوقتي نقول انها بقت من الصناعات الثقيله. طبعا الصناعات الثقيله في مقابل بقى الصناعات الناعمه. صحيح. يعني في منتجات العقل. مزبوط. يعني الان التنافس بين الدول ليس فقط في الاشياء الصلبه. نعم. وانما ايضا في الاشياء غير الصلبه، السوفت، الاشياء الناعمه، منتجات العقل، الابتكار بكل انواعه، المنتجات الفنيه بكل انواعها، منتجات اللي احنا بنسميها المنتجات الرمزيه او الطاقات الابداعيه للشعب، يعني دلوقتي اصبحت جزء اساسي من تكوين الاقتصاد. نعم. انا بشكرك ومش عايز اعطلك عن الجلسه، وبشكرك على تلبيه دعوتنا واخذ هذا الوقت لشرح للساده المشاهدين ماذا يحدث داخل لجنه الثقافه والهويه في المحور المجتمعي. شكرا جزيلا الدكتور أحمد زايد.